السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا. في هذا الفيديو سأتكلم عن ماذا تفعل بعد صدور نتائج التوجيه. الكثير من الطلبة ما فهموش وتخلطت لهم، ما تتخلط لكم موال، تبعوني مني. هنالك زوج تواريخ، التاريخ الأول تدفعوا فيه حقوق التسجيل الجامعي سواء بالبطاقة الذهبية ولا بالحوالة البريدية. البطاقة الذهبية هو أنه لا يهم تاعك ولا تاع بويك ولا مك ولا الأخ إلى آخره، ذلك تاع أي واحد تقدر تدفع بها حقوق التسجيل، وأنه لازم تكون فيها 30,000، لأنه بالنسبة للحوالة أقل من 30,000، بالبطاقة الذهبية لازم 30,000، لأنه بالحوالة 20,000. هو أنه إذا خيرت الحوالة البريدية تستخرج الوصل من الموقع، تروح للسيبر يخرج لك الوصل، وأنك تديه معاك للبريد تسلك 20,000 وتنتظر 24 ساعة وتعاود تولي للسيبار يخرج لك شهادة تأكيد التسجيل. بالنسبة للبطاقة الذهبية أنك ما تنتظرش 24 ساعة، تستخرج شهادة تأكيد التسجيل على البلاصة، تسلك من تستخرج شهادة تأكيد التسجيل من هذا مكان. ولما يفتح الموقع راح ندير لكم شرح تطبيقي، وراني درت من قبل دوك، خليكم الفيديو أسفل التعليقات. التاريخ الثاني هو التاريخ اللي تسجلوا فيه في الخدمات الجامعية من 19 ل 23 أوت. كاين اللي حطوا له 19 يدخل في 19، كاين اللي حطوا له 20 يدخل في 20، حتى 23 تسجل في الإيواء والنقل والمنح. هذا ما كان شهر أوت، ها واش دير؟ تدفع حقوق التسجيل الجامعي من 5 ل 10، وكل واحد عنده التاريخ تاعو. بعدها لما تدفع حقوق التسجيل الجامعي تنتظرك مرحلة أخرى وهي الخدمات الجامعية. بالنسبة لبطاقة الطالب هذه السنة هو أنه تستخرج إلكترونيا، وهذا ما ميز هذه السنة. العام اللي فات ما كانوش يخرجوا شهادة، عفوا، بطاقة الطالب إلكترونيا. بالنسبة للخدمات الجامعية هنالك ملفات ورقية يجب دفعها إن شاء الله تعالى في سبتمبر، راح ندفعها وراح نتكلم عليها لما يقرب سبتمبر. بالنسبة اللي يستفادوا من الإقامة الجامعية هو أنه يديروا ملف واحد، يديروا ملف تاع الإقامة، راح تستفادوا من المطعم وبالإضافة أيضا إلى النقل. أما اللي ما يستفادوش من الإقامة الجامعية لازم عليك أنك دير ملف النقل. حقوق تاع النقل راهي 13,500، بالنسبة تاع الإيواء 49,500. ولما يقرب كما قلت لكم سبتمبر أنه رايح ندير لكم فيديو واش تحتاجوا في الملف، ولكن لازم تسجلوا في الموقع ضروري. بالنسبه للذكور لازم عليك انه تكون بعيد على الجامعه تاعك اكثر من 50 كيلومتر بعيد تستفاد من الايواء. وبالنسبه للاناث هو لازم اكثر من 30 كيلومتر، اقل من 30 ما يمدولكمش الاقامه الجامعيه. أي استفسار والله خليه لي التعليقات أسفل الفيديو، وإلى اللقاء.